أول ما بطلع في حلقة أرد أو أقول فلان شتمني والموقع الفلاني حط الخبر الغلط، يقولك هي عايشة طول حياتها ترد. أنا برد عشان أنا مش هممني، أنا القناة مبسوطة بيا جدا وباخد مرتبي كل أول شهر، وكتب إن أنا وحشة إن أنا حلوة عندي جمهوري ومش خسرانة حاجة خالص. أقسم بالله وحياة ولادي إن أول حاجة بتيجي في دماغي إنها ممكن تضر الناس دي، إن لما أنت تشوف خبر مش صح أو تكره الست دي أو مش هتتبرع، ولما ما تتبرعش مش أنا اللي مأذية برضو، لأن الحلقات القوية اللي اتعملت لصبايا الخير ليس لها علاقة بالخير. ممكن قوي نمنع الخير في صبايا الخير وهيفضل صبايا الخير برضو، هيفضل صبايا الخير اللي بيقدم حملات ضد المخدرات وتوعية ضد أي حاجة منحرفة، وهنفضل برضو برنامج الحمد لله قوي. بس الناس دي اللي عندنا منها مئات 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 الناس اللي ما يقوس في حالاتهم في القلب، وغيرهم من زرع الكلى وزرع الكبد والقوقعة والعيون والعظام والضمور في المخ ومدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي لسه فاتحينها، اللي بندفع المصاريف بتاعتها بالتقسيط، ده ما نقدرش ندفعها كلها مرة واحدة. أول ما بيحصل مشكلة أو أول ما بتيجي حاجة بتضايقني أقول طب والناس دي هتعمل إيه؟ الناس دي حاطة أملها فيك وفيا، هيروحوا فين؟ والناس اللي بتلعب الألعاب القذرة بتاعت مهاجمتي لأنهم فشلة، لأنهم يعني ما عندهمش أي حاجة يعني يعملوها غير أنهم يهاجموا غيرهم عشان يحسوا أنهم مهمين، ان النجاح مضايقهم قوي، انا متاكده ان ليهم نهايه قريبه جدا، لان هو مش بيضربوا فيا انا. اللي لازم تفهموه يا الساده الصحفيين واصحاب المواقع وكده، انتوا ما بتضربوش فيا انا قرد واقف كده قوي مش هيتهز لو حصل ايه. ربنا خلقني كده لاني عارفه اني عملت ايه في حياتي، بس دول هتروحوا من ربنا فين؟ هتروحوا من ربنا فين؟ انا مشفقه عليكم شفقه غير عاديه، والله العظيم مشفقه بجد. ربنا يتولاكم يا رب.